وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. سيد رئيس المدير العام لشركة أوزون الأخ سي جواد حمدون مفتش حزب الاستقلال، أخ رضا جطيب منسق الجهوي للشبيبة الشغيلة، مهم جدا باش تكلم على الشبيبة الشغيلة. طبعا الحال أخي بريس كاتب الإقليمي لإخوان كتاب قطاعيين لاتحاد العام الشغالي المغرب مدينة فاس، أخوات والإخوان في شركة أوزون. أنا اليوم جيت سعيد أولا باش نكون معاكم في هذا اليوم اللي كنعطوا فيه انطلاقة جديدة للتعامل داخل المؤسسات الإنتاجية في المغرب والنقابة. وطالما اتحاد العام الشغالي المغرب اعتبر فلسفته على أن النقابة شريك، وكان آمنوا بالنقابة التشاركية داخل المصنع داخل المعمل داخل الإدارة، واليوم هذه بداية لهذا النوع من التشارك اللي احنا بغيناه والشراكة اللي خاصها تدوم ما بين الأجير ورب العمل. اليوم كنبداو تطبيق ديال البروتوكول كنتو وقعتو عليه مع شركتكم أوزون، واليوم غادي نبداو الإجراء ديالي، وفيها مجموعة الأشياء اللي في صالح مستخدمين ومستخدمات في أوزون. واش هادشي كافي؟ لا ما كافيش، ولكن هذه بداية، بداية ديال المشوار اللي غادي تكون فيه الثقة المتبادلة فيما بين الشركة والمكتب النقابي والاتحاد الإقليمي والاتحاد العام الشغالي. وأنا نقول لكم على أن هذه الثقة المتبادلة كاينة، ورصيناها في مجموعة ديال الأماكن اللي فيها متواجدة الشركة، ولكن اللي أساسي راه ما يمكنش نطالبوا حنا بحقوقنا حنا كأوجراء وما نأدوش الواجب ديالنا. والواجب على أننا خاصنا نكونوا حنا الفاعلين في الإنتاج وفي المردودية داخل مؤسسة الإنتاج باش نشيفر يعني رأس المال يطلع، باش الأرباح تطلع، باش يمكن نطالبوا بشي حاجة اللي تكون واقعية ومعقولة. ولكن اللي ما نقبلوا داخل الاتحاد العام وانتم كاملين كتعرفوها وأنا دائما أقولها على أننا نكونوا نتخبوا وراء النقابة وراء ما كايناش في الاتحاد العام. ناس كلشي كتخدم خاصها دير الأداء الواجب ديالها باش كتحرر هذاك الشيء اللي عندها بالعرق ديالها وبالحلال أولا وقبل كل شيء. فهذا هو اللي اليوم كنعطوا بداية ديال واحد المشوار إن شاء الله. وأنا كنت مع السيد الرئيس المدير العام على أساس بأننا غادي نخدموا في اتفاقية جماعية غتكون موديل في المغرب، غتكون شي حاجة اللي يتكلموا عليها كل شيء الناس، فغادي نبداو نتفقوا عليها دابا إن شاء الله الرحمن الرحيم باش تكون شي حاجة مهمة. مهمة أولا في إرساء السلم الاجتماعي، ومهمة كذلك في أنها تدوم هذه العلاقة وفي أن نحصنوا هذه العلاقة من جميع المخربقين والمشوشين واللي كيصطادوا في الماء العكر واللي ما بغاوش الخير فاس واللي ما بغاوش الخير الناس أوزون. أنا حرصت اليوم باش نكون معاكم أولا باش نحتفل معاكم بهذه البداية ونتابعها بنفسي إن شاء الله الرحمن الرحيم، وحرص كذلك بانه وبطلب من السيد الرئيس المدير العام حتى هو يكون كاين هنا، لانه هذه الشركه اذا كانت انطلقت من فاس دابا الحمد لله في العالميه بفضلكم كاملين وبفضل التدبير ديالها، وهذا التدبير المشترك هو اللي بغينا يمشي لقدام ويزيد اولا المستوى لا التحضيري ولا المعيشي ديال الشعيره ديال شركه اوزون، ولا كذلك حتى الشركه تزيد تكبر وتوسع من اجل باش تفتح افاق جديده للبنات وابناء المغرب، من اجل زياده مناصب الشغل، من اجل كذلك زياده في النمو ديال المغرب، واللي ما يمكنش نمو المغرب راه كيرتكز على خواتي والاخوان على القطاع الخاص، والتشغيل كيرتكز على القطاع الخاص، خاصنا نحافظوا اولا واخيرا على مناصب الشغل ونزيدوا في مناصب الشغل، لكن نحافظوا عليها بالجديه وبالعمل. انا سعيد اليوم باش نكون معكم هنا في هذا النهار اللي غادي يكون بدايه ديال عمل مشترك فيما بيننا وبين الشركه، بالرغم من اننا لم تنقطع الاتصالات مع الشركه، ولكن كذلك بدايه مرحله جديده باش نديروا عمل مؤسس قادر بانه يضمن الحقوق اولا، قادر كذلك بانه يمشي بالشركه لقدام لا في الانتاجيه ولا كذلك في التوسع ديالها. انا كنشكر الاخوات والاخوان، تعطلنا عليكم شويه واحد نص ساعه سمحوا لنا، ولكن شكرا لكم على مجيئكم وحضوركم، بارك الله عليكم، شكرا جزيلا.